علاء، هل كان علاء ولي الدين الله يرحمه كان مثلا عنده احساس بقرب وفاته؟ يعني هل كان في تصرفات بتحصل بتدي لك الانطباع ده؟ بدات من اول فيلم ابن عز. فيلم ابن عز لما نزل ما حققش بقوه الناظر، فعلاء كان حاسس انه في حاجه يعني غلط حصل للفيلم كتوزيع او في مشكله. فدخلت عليه المسرح فقال لي في الباب ومش عارف، وقال للواد ما حدش يدخل، وهو اشتكى منه انا تعبت كتير وانا وشقينا، انا اتعب ليه واشغل يا ريتني ما بقيت نجم واشغل نفسي بالتوزيع والبتاع، انا جالي السكر زاد وتعبت. بدا يحكي تداعيات. في حد حبيبك معانا وحبيبك وحبيب علاء برضه، فناننا الكبير اشرف عبد الباقي. ازيك يا اشرف؟ يا اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ كويس؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بنتكلم مين معاك بقى؟ معايا معتز ومعايا علاء مرسي. يا سلام. وفي حضر ازيك يا علاء؟ ازيك يا معتز؟ ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ حضره حضور يعني احساسنا بوجوده علاء ولي الدين الحاضر الغائب عندنا، واخر مكالمه كانت معاك يا اشرف. اللي علاء قبل وفاته تقصد؟ بالظبط. احكي لي ايه اللي حصل فيها. يعني كان هو لسه راجع من البرازيل يعني، وكنا متفقين نتقابل تاني يوم بقى في المسرح. كان اول يوم العيد الاضحى، الكلام ده 11/2/2003، يعني السنه دي في شهر 2 اللي فات، كان بقاله 16 سنه ربنا يرحمه طبعا. ويعني كان من الناس اللي اثروا مع كل كلمه يعني هو مش بس صاحبنا ولكن كان مؤثر بشكل ايجابي مع جيلنا كله يعني. الله يرحمه يعني يمكن كمان برضو من الملحوظات اللي الواحد شافها يوم وفاته، انت عارف بيبقى الواحد يحضر اكتر من وفاه لاكتر من حد في مستشفى، بتلاقي الناس اللي بيبقوا موجودين في المستشفى اذا كانوا دكاتره او ممرضين بتلاقيهم بيبقوا قدام بس اهل المتوفي عاملين يعني جد، لكن هي دي شغلتهم. ممكن تلاقيهم على جنب بيضحكوا بيهزروا بتاع، وبعدين يعني اعتبارا لاهل المتوفي بيبقوا قدامهم ماسكين نفسهم ويبقوا جد. الحاله الغريبه اللي حصلت مع علاء في المستشفى ان كل اللي كانوا موجودين من ممرضين من اطباء من ناس شغاله كلهم كانه كان قريبهم كان صاحبهم، كلهم عايشين الحاله زينا، اللي بيعيط واللي قاعد منهار. ويعني كانت فعلا يوم وفاته كان حاله غريبه قوي يعني، ربنا يرحمه بحب الناس ده وحب ربنا يعني. انا فاكر سالتك مره سؤال وقلت لك اللحظه الصعبه في حياتك اللي بكيت فيها، قلت لي اللحظه اللي غيرت في مسار حياتي وفاه علاء ولي الدين، فاكر؟ طبعا ليه؟ يعني لان يوم ما دخلت حتى المجال من اول حد اتعرف بيه كان علاء الله يرحمه. من يوم ما عرفته اول يوم عرفته من تاني يوم كنا بقينا اصحاب، يعني ما فيش يوم الا ما يبقى في مقابله، لو ما عندناش شغل لو عندنا شغل لازم يبقى في تليفون. فكان في علاقه كامله يعني، معتز حضر جزء كبير منها. لما ببقى انا عند علاء في البيت او هو عندي في البيت، فيعني العلاقه اللي هي كانت ممتده لمامته الله يرحمها دي كانت زي امي يعني. عادي جدا اكلمها، عاملين ايه يا حاجه النهارده، اكل واجي، ونقعد وناكل ونهزر ونضحك يعني. كانت مش علاقه اتنين صحاب بس يعني. هل كان عنده شعور ان حياته قصيره؟ كان بيقول لك حاجه زي كده؟ كان عنده الشعور ده، وكان عند والدته الله يرحمها برضه مره، لان طبعا يعني يمكن علاء من سن صغير جاله اكتر من مرض، بدايتهم كان السكر، وهو طبعا ما فيش حاجه اسمها دكاتره ويقولوا له اكل ايه وشرب ايه، ما فيش كلام من ده يعني. يعني لدرجه ان كان بقى جاي له حاجات في الضغط، حاجات في انسداد شرايين يعني، ربنا يعفي عن كل الناس يعني. لكن هو مش هقدر اقول انه كان مهمل،
لكن هي تركيبته كده يعني. يمكن اتذكر كمان كان فتره بقى ياكل من عند مطعم معين بيعملوا اكل للناس اللي عندهم مشاكل في الوزن او حاجات زي كده زي رجيم يعني، فيبقى عنده التزام بوجبات معينه. واتذكر انه كان حكالي مره الاكل ده بيجيله من المطعم ومامته تسخنه له، فيجي ياكل يلاقي ايه صباعين كفته محطوطين في وسط الاكل، يعني مامته مش مقتنعه هي كمان بالاكل ده وحاطه له صباعين كفته. وهو عارف ان دي هي عمايل مامته بس ياكلها وكان ما فيش حاجه يعني. او يبقى معانا مثلا رايحين نتعشى في حته وواخد معاه العلبه بتاعت الاكل العجيب اللي جاي له اللي هو مش مقتنع بيه ده، وكلنا قدامنا اكل وهو صعبان عليه نفسه قوي، بس ايه يمد الشوكه هنا ياخد حته من طبق ايه من طبق حد تاني. فيعني فكره المحافظه دي، وطبعا الاعمار في الاول وفي الاخر طبعا دي في ايد ربنا سبحانه وتعالى، لكن حته المحافظه كان فيها صعوبه كبيره عند علاء يعني الله يرحمه. لو انت توصف علاء في كلمتين تقول عليه ايه؟ اقول كان اجمل بني ادم في الدنيا يعني. يعني تتخيل مثلا حد زي علاء مرسي او زي احمد ادم او زي هنيدي او زي معظم الجيلنا كان هو اللي بيلمنا يعني، هو اللي دايما لا اما في مكانه يلمنا كلنا حواليه، لا اما عند اشرف وقايل لهنيدي وقايل لعلاء مرسي وقايل لهم تعالوا لنا عند اشرف، لا اما احنا عنده كلنا ملمومين يعني طول الوقت لامم مجموعه، واحساسه ان هو عايز يستمتع بالفترة يعني اللي هو عايشها يعني. سبحان الله برضو مش عايزين نقول انه كان حاسس، لكن يعني كان عنده احساس طول الوقت ان هو حتى مش عايز يتجوز، مش عايز يركز في اسرة او بتاع يعني الله اعلم، بس كان عنده احساس ان نتيجة الامراض اللي عنده ان حياته مش كبيرة يعني. وعلاء الله يرحمه اتوفى كان 39 سنة ونص تحديدا يعني. تفتكر أشرف إيه سر حب الناس ليه رغم مرور السنين دي كلها ليه وتعلقهم بيه لغاية النهارده؟ اللي جواه طيب قوي. اللي جواه ده بيوصل للناس. صحيح. يعني يمكن كان في مقولة لأستاذنا الكبير الأستاذ محمود المليجي كان بيقول لك الكاميرا بتجيب اللي جوه البني آدم. يعني واحد زي الأستاذ محمود المليجي ولا عادل أدهم ولا الناس اللي كانوا متخصصين في أدوار الشر، إحنا ليه بنحبهم برغم كل أدوارهم شر؟ اللي جواهم نفسه طيب. صح. اللي جواهم هو اللي بيطلع للمتفرج. صحيح صحيح. فده اللي كان جوه علاء وده اللي وصل للناس بشكل كبير يعني، اللي خلاهم يحسوا إن هو أخوهم ابنهم صاحبهم يعني، هو كان واصل لكل الناس يعني. صحيح. ربنا يرحمه ودايما يعني تبقوا دايما انتوا كده تحيي ذكراه، حبايبه الجمال وفنانينا الجمال واصدقائنا الجمال، ربنا يخليكم لينا يا اشرف ويديكوا دايما العمر الطويل ان شاء الله. الله يبارك لك وربنا يرحمه. وطبعا يعني كان علاقته كمان بعلاء مرسي، بما ان علاء مرسي موجود معاك وعلاء العقل كله زي ما احنا عارفين. طبعا طبعا عارفين. علاء مرسي العقل كله، هو كان اكتر واحد بيعرف يتعامل معاه. بالظبط. اما كان علاء المساله بقى بتزيد عنده فده كان بيمسكه من ودنه ويقعد يقرصه يروض. ايوه يعمل الترويض. فنان الكبير اشرف عباية، ربنا يخليك يا اشرف، بشكرك جدا جدا يا حبيبي. دايما دايما ربنا يخليك. تسلم يا حبيبي، في رعايه الله، مع السلامه.